السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين زيم كويزين فاسيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد جوج ديال لي سالاد ديال بوم دو تيغ ولا ديال البطاطا مسلوقه. عندي هنايا كتجي زوينه بزاف. عندي هنايا كيلو ديال البطاطا غادي نسلقها، عندي جوج فلفلات، وحده خضراء وحده اورانج مقطعين على على هذا الشكل هذا. عندي جوج ديال الخزويات كبارين محكوكين بحال هذا الشكل. عندي زلافه ديال المايونيز. عندي هنايا البطرف مقطع رقيق وخليت النص غادي نديرو ورده، غنوريكم كيفاش. عندي سته ديال البيضات، وحده غادي نخليها على حساب الديكور، وخمسه غادي نديرهم في البطاطا، غادي نوريكم كيفاش ديروا لهم. عندي زلافه ديال الرز مسلوق، عندي شويه ديال سميتو الخيار بحال هكذا، كونكومبر، عندي زلافه ديال الزبده، هذه على حسب البطاطا، اربعه ديال الفرماجات، هادو غادي نديرهم مع البطاطا، وشويه ديال الابزار، الزبده والابزار والفرماج غادي نديرهم في البطاطا ملي غادي تسلق. وعندي هنايا شويه ديال البيض ديال سميتو الكاشير بحال هذا الشكل هذا كبير، شي حبات هكذا شويه باش نديكوري. وعندي هنايا البيض الكاشير بحال هكذا داك الصغير مقطع مربعات. وعندي الزيتون، شويه ديال الزيتون، شويه ديال الشيبس. عندي هنايا شي حبات ديال لي كوردون بحال هكذا. وعندي جوج مطيشات كبارين، وعندي شويه ديال الخس شلادة. وعندي شويه هنايا ديال سيومي بحال هذا الشكل مقطع كرويات. غادي ندوز لطريقه التحضير. غادي ندير سميتها الزبده، معلقه ديال الزبده، هذه على حساب باش نطيب فيها هاد سميتو الفلفل. وخيزو غادي نخلطهم ونطيبهم شويه، يطيبوا غير شويه ماشي بزاف. غادي نديرهم شويه ديال الملح وشويه ديال الابزار على حسب الذوق. على حساب نوريكم، على حساب البيض. البيض انايا كنديرو كنديرو هكذا، ملي كنبغي نسلقو كنغسلو ونديرو في ميكا باش ما كيطيب مزيان وما كيتهرش. غنوريكم كيفاش كيجي، ها نتوما واخا كيتهرس ما كيتفرقعش البيض ويخرج، كيتفرقع ما كيبقاش مزيان بحال دابا هذا، ها نتوما كيطيب مزيان
داك الميكا كترد عليه سميتو الصهد وكيطيب وما كيتهرش وكيطيب دغيا ما كيتعطلش. انا هاد سميتو واحد الشلاضه ديال هاد البطاطا كتجي بحال لابيش وحده غادي نعمرها من داخل بالبيض هكذا غسلوق وحده غادي نعمرها بهاد الخضره بهاد سميتو الاخر خيزو والفلفل. هانتوما كيجي دغيا ساهل دغيا كتحيدو ليه القشره. بالنسبه للبطرف باش نوريكم كيفاش كندير ليه ورده كنبقى نقطع غير بشويه هكذا غير هك طروفه بحال هكذا رقاقين بحال هكا كنقطعهم بحال هكا رقاق. اللي بغى يديرهم باليد هكذا يدير بحال هاد الشكل هذا وكاين كتباع واحد سميتها الماكينه ولا مول ماكينه صغيره كتقطعوا بها على حساب ورده ديريكت. انا كندير هكا غير بيديا بحال هاد الشكل. من بعد كتبقاو تروليو كتروليو بحال هكذا الاولى من بعد كتبقاو تحطو هكذا بطرف هذاك الطرف كيجي بحال هكذا عاوتاني كتجيبو الطرف الاخر وديرو ليه على هذاك الملقه بحال هكذا عاوتاني كتجيو لهاد البلاصه وتوليو ديرو بحال هكا حتى فين كتكمل ليكم الدوره كتوليو ديرو بحال هكذا وكتبقاو غاديين. بحال هاد الشكل تجيكم ورده بحال هكا. كتجيكم ورده بحال هكذا من بعد كتحطوها حتى بلاتي نوريكم كيفاش انا غادي ندير لها على هذيك لابيش ديال البطاطا. من بعد ما طابت لي هذيك البطاطا سميتها الفلفله غادي نزيد عليها هذاك الرز اللي سلقت هكذا ونخلطو مزيان. باش كيتخلط وكيشرب هذيك المرقه ديال ديك الفلفله من بعد ما سلقت البطاطا حيت لها القشره وكنمسها بحال هذا الشكل هذا. اللي ما عندوش هادي باش يدير سميتها الفرشيط حتى هي كتصايب مزيان على حساب كل واحد الموجود اللي عنده.
بحال هكذا غادي نمعسها مزيان باش كاع نحيد سميتو نمعس كلشي كاع داك الحبيبات حتى تولي بحال لا بيوري. دابا غادي نزيد هذيك المعلقه ديال الزبده وسميتو الابزار وداك الكاري ديال الفرماج بحال هذا الشكل هذا. كيعطيوها واحد المذاق مزيان او كنبقى نخلط كنخلط هكذا حتى كن ندخل فيها كاع داك الفرماج وداك الزبده. من بعد ما خلطت البطاطا مزيان قسمتها على جوج لحقاش انا غادي ندير جوج ديال لي بيش ديال البطاطا. دابا غادي نجيب واحد البلاستيكه ونسرحها سيلوفان نجيب ونسرح عليها البطاطا نسرحها بيد ليا حسن نتوما غديروا على حساب الطبسيل اللي عندكم ولا يعني الطبسيل فاش غتقدموه. هاد الشكل هذا هادي انا غادي ندير جوج ديال الاشكال وحده غادي نديرها بالبيض. غادي نستف البيض بحال هكذا بحال هاد الشكل هذا وكنبقى كندور هذيك البطاطا عليهم بحال هذا الشكل. كنبقى غاديه بحال هكذا كندور بحال هذا الشكل هانتوما على هاد الشكل هذا. غادي نديرها في الطبسيل انا غادي نقدمها في هاد الطبسيل هذا بحال هاد الشكل.
واللي الا بغيتي تقدموها سخونه ولا بارده، يعني كل واحد وكيفاش بغيتو. بارده كتدخلوها شويه للثلاجه تتبرد، بغيتو تقدموها سخونه كتخليوها بحال هكذاك حتى كتذوقوها وتقدموها. من بعد غادي نجيب هذا المايونيز ونسرحو عليها من الفوق بحال هذا الشكل. بحال هكدا سي كنغطي كاع هاديك البطاطا، ما كتبقاش كتبان. انا هادي غادي نزوقها بسميتو بالبيطراف، غادي نخوي البيطراف في الطرف بحال هاد الشكل. نستف مزيان هذاك البيطراف. كندير هذيك الورده في الوسط، كتجي على هذا الشكل هذا. كنزوق هكذا كنجي للطرف الاخر وكندير عاوتاني نفس الشيء. كنجيب سميتو واحد البيضه كنخليها، كندير انا 7 ديال البيضات، وحده كنخليها باش كنديكوري. كنجيب صفايه بحال هكذا وكنبقى نمعس فيها هاد الصفر ديال البيض. هانتوما كيجي بحال هكذا، كيعطي واحد المنظر زوين. عاوتاني ندور للجهه الاخرى ندير نفس الشيء. واحد شويه كنديرو في وسط هذيك الورده، الاولى كتجي بحال هكذا. دابا غادي ندوز عاوتاني للجوله الاخرى، حتى هي غادي ندير لها نفس الشيء. سرحت سميتو بابي كويسون ولا سلوفان، عندي دابا ندير نسرح البطاطا. هكذا ندير بيديا باش كنسربي، مانضيعش الوقت ونطول عليكم لا فيديو.
بحال هكذا. دابا غادي نجيب هذيك، هذه معدتها بسميتو بالفلفل والرز. غادي نبدا نسرح هذاك الرز، كنسرح كنخويه غير في الجنب. نقادو غير في الطرف، بحال هاد الشكل، أو كنبقى ندور. بحال هكدا، وأنا غادية أو كندور. كدورو كتشدو الحشوة باش متهربش ليكم الجهه الاخرى، باش تبقى غير في الوسط ديال البطاطا بحال هكدا، وكتبقى تدور. كتبقى لينا مجموعه نجيب الطبسيل. الوغ نديرها في نفس بحال الطبسيل الاخر. الوغ الطبسيل نقادوها مزيان، بحال هكدا. غنديرلها المايونيز، المايونيز راه ديجا قدمتو، دابا نخليكم قدير في صندوق الوصف. كدا من بعد كنبقى نسرح داك المايونيز عليها كامله حتى كنغطي كاع هذيك البطاطا، ما كتبقاش باينه البطاطا. هادي غادي ندير ندردر عليها من الفوق داك الشيبس اللي قطعت، كتعطيها واحد الديكور زوين. هاداك الشيبس درتو في ميكا وهرستو على حساب طريفات صغيورين بحال هاد الشكل. الوغ دابا هاني هاد السلاطة، ندير الطماط،
comme ça. نستمر هكذا حتى نسالي كاع هاد الديكوراسيون. Alors d'abord on met cela dedans. نستمر هكذا حتى نسالي كاع هاد الديكوراسيون نطلقها. من بعد ما كملت لابيش ديالي كتجي على هاد الشكل هادي ديال البيض و سميتو البيطراف كيدير كتجي على هاد الشكل هذا. وهادي ديال الفلفل كيجي على هاد الشكل هذا كنديكوريها بحال هكذا. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تبارطاجيوها وتابوني فلاشين ديالي. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.